عايز اروح لمحمد بس، لانه للاسف شديد بعد المشكله بتاعت المباراه حصلت مشكله كابتن الشناوي، وكان قرار بايقاف الشناوي القرار اللي احنا وصفناه بالسريع او المتسرع. احنا ما فهمناش ازاي ده ممكن يحصل قبل ما الاسبوع يخلص. ده الحقيقه زود كمان من يعني من حاله الاحتقان عند الناس في تربص. يا استاذ محمد انت دي لو دلت بتدل ان في تربص على الاهلي. انا دلوقتي الماتش اتلعب الساعه 5، خلص الساعه 7، الراجل الحكم ما كتبش في تقريره اي حاجه، ولو افترضنا ان الراجل ده ولا ادى الكابتن محمد لا انذار ولا انا معلش ليه مداخله ولا ادى له انذار. لا خليه يكمل واسمح حضرتك بالمداخله. بس عشان يعني عارف انت يعني ايه، انا دلوقتي جيت تلفظت او عملت تصرف خارج معاك او عملت تصرف خارج مع اي حد، الطبيعي الرياكشن بتاعك انت كحكم هتطلع لي انذار لو العمليه يعني ايه عارف سهله. تمام. لو الراجل ده انا مثلا شناوي اخطا بقى وتجاوز والفعل زي ما بيقولوا يستدعي الاربع ماتشات، اقل حاجه الحكم يعملها يعمل ايه؟ هيطلع له كارت احمر ويطرده. صحيح. ده الطبيعي اللي احنا نعرفه، لكن الحكم ما خدش اي اجراء اداري مع الشناوي. وحسب معلوماتي وحسب اللي عرفته وحسب الكلام اللي حصل مع الحكم حكم المباراه، وعلى فكره مش يعني ناس كتيره شايفه، انا شايف من افضل الحكام اللي اداروا ماتشات للاهلي من اول انطلاق الدوري ده الحكم ده. هو الراجل حتى الجون حسبه، التاثير نفسه كان جاي عليه من الفار، والناس في الفار صمموا ان الهدف في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني ضغطوا عليه لدرجه ان الراجل رجع في كلامه في الهدف. فاللي انا عايز اقوله، الراجل ما خدش عقوبه اداريه على الشناوي، ما كتبش في تقريره ان الشناوي اخطا، فانت ليه تدي الشناوي ايقاف زي كده؟ وليه بالسرعه دي ان بعد قبل 24 ساعه من التعدي؟ والسؤال الاهم، ليه اعتماد على فيديو؟ بالزبط. يعني ليه اعتماد على هم قالوا كمان اعتماد فيديو. يمكن احنا في بعض الصور موجوده مع الاعداد في ماتشات الزمالك، يمكن لشيكابالا، وفي ماتش بيراميدز رمضان صبحي، وقبليها لمصطفى محمد محمود عاشور، والصور دي موجوده لو في امكانيه ممكن نعرضها، لو الزملاء ممكن يجهزوها لنا. انت ليه ما اعتمدتش على الفيديو في الـ في الـ في, الـ في الصور دي او في المواقف دي؟ يعني انت ليه ما ركزتش على الفيديو، مع ان انت قلت يعني رئيس لجنه المسابقات قال ان انا اعتمد على الفيديو. ايوه. طب ما اعتمدتش ليه في الحالات دي؟ دي نقطه. كويس. النقطة الثانية، دي الصورة اللي انت تقصدها مثلا، دي صورة مثلا، هل مصطفى محمد بيقول له حاجة في ودانه مثلا احنا ما نعرفهاش، او بيقول له يا كابتن المفروض تعمل ده موقف يعني لو حصلت في دوري مثلا درجة 10 لازم اللعيب ده يتعاقب. وما شفناش اي يعني لا اي اجراء. هو السؤال، هو السؤال زي ما احنا قلنا لفت نظر المساواة في الظلم، يعني حتى اذا كان ده في ظلم واقع على كابتن محمد الشناوي. هقول لك حاجة طبعا. لما تلاقي الاخطاء كلها هنا الشيكابالا بيقول له بص في عينيا كده يعني ده بص الطريقة مع اللاين مان مثلا حكم المساعد لما تلاقي التجاوزات كلها في اتجاه فريق واحد، وتلاقي ان فريق التاني بيستفيد على طول الخط، وفريق تاني بيتظلم على طول الخط، ده مش سوء مستوى تحكيمي، ولا هو خطأ من الفار، ولا ان في مثلا الحكام عندنا بعافيه شويه، لا ده هنا في حاله تربص. انا لما الاقي الزمالك بيتجامل قدام انبي ركلتين جزاء ما بتحسبوش، والاقي الزمالك قدام المصري ركله جزاء. طب اقول لك حاجه بالمناسبه، انت عارف حكم الفار في ماتش المصري الكره اللي جت في ايد عبد الغني لو نعرضها في مباراه المصري وهو واقع على الارض والكره جت في ايده، كان محمود عاشور هو حكم الفيديو. في كوره نفس الكوره السنه اللي فاتت على رامي ربيعه اتحسبت ركله جزاء جت من اللي جت في راسه في ايده. بالظبط، جت في راسه. عارف مين اللي كان بيحكم الماتش ده؟ كان محمود عاشور. يعني محمود عاشور اللي حسب ركله الجزاء اهي، دي بتاعت الزمالك والمصري. كان حكم الفار محمود عاشور، هو محمود عاشور بهو نفس القانون، بهو نفس اللوائح اللي ما اتغيرتش، كان بيحكم ماتش الاهلي وحسب ركله جزاء على رامي ربيعه. برضو الصوره موجوده لو نقدر نجيبها، بتخبط في راس رامي ربيعه وبتيجي في ايده، ومحمود عاشور هو نفس الحكم بنفس التقدير ما بيحسبهاش، بيحسبها على رامي ربيعه. فهنا مقياس العداله زي ما بيقولوا كده. دي كره رامي اللي جت راسه، يعني جت في راسه راس محمود عاشور حسبها ركله جزاء. ايوه فاكرها دي. هو محمود عاشور ما حسبش على محمد عبد الغني ركله جزاء في مباراه المصري. طيب نفس الكلام في ماتش بيراميدز ليه هدف صحيح ما اتحسبش. مباراه انبي ضربتين جزاء لانبي يمكن الناس ما خدتش بالهم، ويمكن اتعرضوا دلوقتي ركلتين جزاء لانبي ما اتحسبوش. ماتش المقاولين في بدايه الماتش ركله جزاء برده ما اتحسبتش. لما تلاقي الدنيا ماشيه كلها في صف الموضوع مش اهلي بس، يعني لا مش اهلي ده، انت بتلاقي فريق على طول الخط بيتجامل وفريق تاني على طول الخط بيتظلم. نفس الشوط ده نفس المسكه بتاعت ورمضان خد ايقاف ماتش عشان طرد اللي هو اللي خده ساعتها. ازدواجيه المعايير دي وعدم وضوحها. مش ازدواجيه معايير. ايوه نفس ما يبقى عندك نفس الموقف ده، هنا تربص تتصرف معاه هنا بشكل وبطريقه. هل رئيس نادي الحكام مثلا اللي في يوم من الايام قال انا جايب لرئيس نادي الزمالك حد بيحبه او حكم بيحبه عنده مشكله مع الاهلي، هل رئيس لجنه المسابقات مثلا مش قادر ينسى ان هو مشي من قناه الاهلي وزعلان لحد دلوقتي؟ في حاجات في لغز احنا مش قادرين نفهمه. حاله التربص دي من مصلحه مين انت تعدي جماهير الاهلي؟ من مصلحه مين انت طول الخط ضد الاهلي؟ يعني انت جون البنك مفيش حكم
قال ان الجون ده مش صحيح الا الكابتن الشناوي وابنه بجوه. ابنه كان هو حكم الفار بيدافع يعني. ودي برضو من الحاجات الغريبه، انت حكام اجانب بيقولوا الهدف صح، حكام مصريين كلهم بيقولوا الهدف صحيح بيتلغي، محمد شريف هدف صحيح قدام المقصه وتلغى، كهربا هدف صحيح قدام كليوباترا بيتلغي. وعلى فكره مش شرط انت كسبت، كان ممكن ماتش يتقلب في لحظه. قلت الكلام ده امبارح، ماتش دجله ضربه جزاء لبيكهام، وفي كوره برضو لمحمد شكري في ناس كتير ما وقفتش عندها في اخر ماتش، يمكن الصوره برضو موجوده، انا كنت سايبها مع الاعداد او الفيديو، نفس يعني ناس كلمت في كوره بيكهام مش شد او الجذب من الدراع في منطقه الجزاء، وما اتكلموش على الكوره دي. محمد شكري بيعمل الكوره اللي هي الدبل كيك زي ما بيقولوا، ولعيب دجله رافع رجله بمستوى فيه من الخطوره على اللاعب، يعني اي حكم صاعد زي ما بيقولوا يحسبها ركله جزاء، او على الاقل تتحسب ركله حره غير ركله حره غير مباشره. طيب بتشوف انت الكلام ده بتحتار او بتتضايق؟ طيب يعني عايزين الاجابه طبعا. دي ضربه جزاء بيكهام في ماتش وادي دجله. بص اللي هو الشد من الدراع، طب الفار انا عايز اعرف الحكم ما شافهاش، الفار ما شافهاش، هو ده اللي انا بقوله. يعني في اوقات كتير جدا انا ممكن هنا عليه. ممكن هنا اقول انه الحكم في ظروف طبيعيه ما شافهاش، واذا ما كان تمركزه في الملعب او الفار إيه؟ لكن الفار بيعمل ايه؟ هو ده السؤال. كوره محمد شكري نفسي يجيبوها برضو يعني بيبو لو جابها لنا على ما شافهاش، عادي سهله جدا. ما شافهاش. لا يعني لا يعني لا ده بنفس لا بنفس لا المنطق يعني يبقى ايه لازمته؟ يبقى ايه لازمته؟ انا بقول لك ده بنفس المنطق يعني. لا انا عندي لازمة. بس لا عندي مداخله مهمه، عايز بس اكمل حاجه صغيره يا خالد معلش. انا محتاج اروح فاصل. حاضر، حاجه صغيره قبل الفاصل لما اقطعش كلامك خالد. انت تعرف ان لا محمد الحنفي ولا امين عمر ولا محمد معروف ولا البنا ولا محمود بسيوني ولا سعيد حمزه، يعني السته او السبعه دول حكام دوليين ولا حكم فيهم حكم للاهلي السنه دي؟ واغلب او 90% من الحكام اللي حكمت للاهلي اغلبهم حكام ممكن يكون مش دولي او حكم اول مره يحكم ماتشات. لا ساحه ولا فار. طب ولا ساحه. طب انت لمصلحه مين الكلام ده؟ طب هو انا مش عارف برضو، احنا بنطرح السؤال ده على الاستاذ كابتن وجيه احمد، لمصلحه مين الكلام ده؟ انت شايل الحكام الدوليه دي للاهلي لامتى؟ هتحكموا الاهلي في كاس العالم للانديه مثلا؟ طيب لحد